طيب ثاني سؤال، أنا كنت صايمة طبعا بعد أذان المغرب، يعني شفت دم، فهل أي. يومي جاء يعني لي يوم أو يعني أقضي؟ أنت متى انتهيتي من دورتك لا يعني السابق؟ جاتني الدورة، جاتك الدورة؟ يعني خلاص يعني بعد أذان المغرب، يعني فطرت خلاص، بعدين يعني اللي ينقض الصوم. خلاص، ما دام أنك ما خرج منك إلا بعد الفطر فلا بأس، وأيضا إذا كنت شاكة فالأصل عدم خروجه إن شاء الله.